الخفية. السيد هذا اللي قاعد يعدي في امتحان السياقة كل شيء قاعد يمشي لأحسن ما يرام، لكن هسه مليح على تدخل متاع المدرب متاعه. اي برافو، يعطيك الصح، مبروك عليك. تعطينا بطاقة تعريف تفضل. اي تفضل اهبط، تفضل اهبط. مبروك عليك اخوي. تقطع ريف بسم الله. تقطع ريف بسم الله. هاي تعريف بسم الله. رغم اللي مسيت الخط انت، انا مسيت الخط. رغم اللي مسيت الخط، الخط ما تدبلناش. هو راه كيفاش ها خط عمل الديميتور الخط هذا اي ما نخصش راه حتى تبقى الواحد لا مش ما نشوفش الانجينير. لا سمعني تو انت باش تعدي لي ولا هو ما فهمتش شكون باش يعدي لي؟ ليه 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 معناتها ما كانش ما كان عامل لك 22 ساعه معايا ولا معاه انت؟ انا المره الجايه مازال بلاش يا خويا بلاش يا خويا العزيز تودوا بلاش يا سيدي تو انت تو انت خربتها تو انت تو بلاش ما نقصد شيء يا ودي عيب راه عيب عاد رمضان ولا هذا وقت ما نقصد حتى شيء ما بقيتش كلمت انت بالكل ايه لا معناتها تو انا عارف معك انت متفاهمين تبقى والله دوما مس تو بعد ما يقول لي مبروك انت تقول له خط وما خط هكا تو هكا شويه شو خايف مشان معك 100 ساعه انا والله بطلت صدقني ما عادش كلام من عندك يا ودي هات بتاع يا ودي يا سبيل يبا نخدموا على روحنا يا شغل انت اسمع وسع وسع بالك يا سابا تعطينا بطاقة تعريف هات ايش ايش باهي يا سابا صافا حط كهرباء على اليمين ويجي اعطيك الصحة احنا ها 30 ساعة باهيين نعملو تي الصحة مبروك عليك هاي مبروك عليك رقم طلعت على المادة مني جاتك ابني معناها ولا شنو انا مادة شنو انا مادة انا مادة انا هي مادة وطلعت انا حتى مادة فما شيء شنو اللي تميز به؟ انا مادة معايا ولا معايا؟ تحت المادة انت انا مادة انا مادة انا هي المادة انت تو الانجينير كان واقف هذاك رمضان رمضان داوخني والله ما فما حتى رمضان هذا لازم كنا صايلين سامحنا بون هذه ساتيسفيس انا مرة جاية على المادة يا خويا معاه ولا ما سامحني على المادة سامحني اسمع اسمع دوب ليش دوب ليش ما تلاقي ما تلاقيش دوب ليش دوب ليش سامحني دوب ليش يا ولدي يا ولدي هذا حاكم هذا مسفيه يا ولدي تعال يا ولدي يا ولدي انت يا عمر هذا شبيك انا نجحت والله الدكتور بتاعك فيه من توي انا عندي خدمة تو باهي يهز يا ولدي يحشم انا ها عليك يا ولدي ايش بيه؟ عليك يا ولدي يا زي يا زي بعد يا زي بعد يا باري صلي عليك يا سيد هو مش غلط ايش نكلمك؟ ايش نكلمك؟ انا ما نجيش معدي هذاك ايش نكلمك يا ولدي؟ مونيتور نتاعك اسمع ما نجيش معدي مونيتور نتاعك مش غلط ما نجيش معدي 40 ساعة كيف نشوف الظلام عليه لا تعبت شوف راسك العزله في ماده ايش يحسب هذا ايش يحسب هذا مونيتور ام سي شعلينا فيه طلعت فوق الماده ولا بيناتنا شارد في دوب دوب الليل دوب الليل صحيت صحيت الحاجه غير فوق لهيوت وتعدى صحيت صحيت انت نجحت في المارشاليه نتاع الكاميرا الخفيه اما طحت في الكرنو نتاع الكاميرا الخفيه شنو من عملتولك؟ شنو من عملتولك؟ علاه؟ علاه وين؟ نجحت في المغشاوية وكرهت طحت فيه، تعالوا الكاميرا خفيفة.